السلام عليكم. أول إطلالات للنجوم في مهرجان العري، مهرجان الجونة. نجلاء بدر خطفت الأضواء من رانيا يوسف وكل الفنانين اللي حضروا النهاردة بكل الفساتين اللي مش هتبقى من غير هدوم، واعذروني لأن هو دي فساتينهم اللي هما بيسموها فساتين، اللي يمكن الحريق بتاع الجونة بالأمس أخد شوية من فساتينهم. تدريجيا معايا في الفيديو هتشوفوا كل الفنانين اللي ظهروا. منة شلبي طبعا غضبت الجمهور بإطلالتها. سمية الخشاب كانت لابسة زي ما حضراتكم شايفين ولكنه كان شفاف جدا. اكتر حد استفز الجمهور النهاردة نجلاء بدر، وبصراحة هي ترند من وقت ظهورها على الريد كاربت لانها ما كانتش لابسة، يعني الناس كلها فضلت تعلق، وكمان زوجها ماشي جنبها. انا مش عارفة ده فين رجولته وفين احساسه ان زوجته ماشيه جنبه من غير هدوم. هو فعلا وسط عفن وقذر، بس مش للدرجات دي، لازم يكون في نخوه ورجوله شويه، عيب. طبعا بشرى كانت لابسه فستان منفوش جدا زي ما قلت لحضراتكم. منة شلبي حبت الناس تلتفت ليها على الرغم انها محبوبه، بس لبسها كان جريء زياده عن اللزوم، وناس تانيه بقى ما تعرفهاش. اي حد عايز يحضر مهرجان الجونه ويعرف الناس تعرفه تروح تلبس اي حته قماش صغنونه قوي وتظهر، حتى لو ما كانتش معروفه هتتعرف في المولد، مولد سيد العريان زي ما مسميينه الجميع، لان اللي احنا بنشوفه ده لا يرضي دين ولا يرضي اخلاق ولا يرضي عادات ولا تقاليد. ولما جينا ننتقد الحريق بالامس وقلنا الحمد لله يمكن يتهدوا وما يحضروش، كلهم قالوا ده انتوا متخلفين، انتوا جهلة. لو هو ده الجهل ان احنا بنحافظ على ادبنا وديننا واخلاقنا، فانا راضية وكلنا راضيين ان احنا نكون جاهلين. سيبنا لكم انتوا الثقافة، سيبنا لكم انتوا العري وقلة الادب والمسخره. طبعا في ناس ممكن تهاجمني وتقول لي انت مالك وهي ديت الواجهه المشرفه بتاعت مصر، بس ابدا مصر مش كانت شويه فساتين زهره حتى خليعه وقليله الادب. عمر الستره انك تلبسي لبس محتشم ما هيقل من جمالك، عمر انك تطلعي بالمنظر ده بالنسبه لك هو ده الجمال؟ ما اعتقدش ابدا ان ده الجمال. كمان مايا دياب الناس كلها فضلت تتكلم على اطلالتها الغريبه، وايضا رانيا يوسف البساط اتسحب شويه من تحت رجليها باطلاله نجلاء بدر لانها كانت جريئه اكتر منها. ودلوقتي طبعا دي ياسمين عبد العزيز يعتبر لبسها كان بسيط، وكمان فنانين كتيره قوي راحوا، ريهام حجاج كمان. بشكركم جدا واستنوا الفيديو القادم. سلام عليكم.